جزاك الله خير. في سير أعلام النبلاء أعزائي، تصنيف الإمام الذهبي، الجزء الأول سير أعلام النبلاء، الجزء الأول صفحة 372. انظروا ماذا كان يقول عمر. هذا الشاهد ماذا؟ الشاهد الرابع. الرابع. قيل لعمر: لو عهدت يا أمير المؤمنين، كما في النص يعني لعمر، لو عهدت يا عمر، لو عهدت يا أمير المؤمنين، يعني من بعدك، من بعدك. أنا لا أعلم لماذا عندما تصل القضية إلى رسول الله يريد أن يعهد. هذا عدم احترام لقدسية الصحابة ووعي الصحابة. لا بد أن نحترم الصحابة. أنتم تقولون أن الصحابة ليست لهم قدرة على الاختيار الصحيح، هذا كلها دليل أنه ماذا؟ وأبو بكر استشار وخالف الاستشارة. على إلحو. لو عهدت، قال: لو أدركت أبا عبيدة ثم وليته، يعني كنت وليته ماذا؟ من بعدي. ثم قدمت على ربي فقال لي: لما استخلفته؟ لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. أي ما أدري والله، بحذف هذا متعلق النداء، يعني لم تسمع رسول الله يقول كل ما قاله في علي؟ يعني لم تسمع أبدا. قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لم تسمع القرآن، يظهر لم يقرأ القرآن. لم تسمع القرآن قال: وأنفسنا. لم تسمع القرآن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لم تسمع رسول الله يقول: إني تارك فيكم الثقلين. ومن هو أبو عبيدة؟ لا بعد، جيد، صحابي جليل، هسه ما أتكلم. لماذا فقط صفة واحدة كافية لتوليه الخلافة؟ ولكن علي هو من يحبه مؤمن، ومن يبغضه منافق. من أبغضه فقد أبغض. هذني كلها لم تسمعها من علي، من رسول الله في حق علي، فقد سمعت هذا في حق أبي عبيدة. حتى تعرفون مولانا القضية ما هي. فقال لما استخلفته؟ أقول: سمعت خليلك يقول فلان. ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته. عجيب. هذا يعني الذي يعني هذا من الذي من يقرأ التاريخ حتى يعرف، يعرف لا يعني دور أبو يكفي عبيدة. يكفي خالد بن الوليد ماذا فعل بالمسلمين؟ ماذا في أحد؟ في أحد. هذا بمجرد كلمة واحدة. فقدمت على ربي لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، يقول: رجاله ثقات. هذا الحديث. إذا عمر هنا استعمل وليتو 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 بمعنى ماذا؟ بمعنى الخلافة. رجاله ثقات خلا أبي العجماء فإنه مختلف فيه، وثقه ابن معين والدار قطني وابن حبان. نعم، البخاري قال في حديثه نظر. إذا